اختتمت فعاليات الدفعة 11 ضمن البرنامج التدريبي فاليو الذي يقدم بتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب. البرنامج يستهدف الاستماع لأفكار ومقترحات الشباب بخصوص المبادرات التي يمكن تطبيقها بشكل فعلي داخل قرى حياة كريمة من خلال عقد ورش عمل مختلفة. ويشارك في هذه الدفعة من برنامج فاليو 400 طالب وطالبة من 12 جامعة، حيث يسعى لتدريب الطلاب على المهارات الحياتية وتنظيم الزيارات الميدانية وتسليط الضوء على دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم المشروعات القومية في شتى المجالات، بالإضافة لتدريبهم على قيم التطوع. خلال الثلاث أيام دول اتعلمنا حاجات كتير، منهم ازاي نبقى قيادات صالحة، وأول يوم لنا اتكلموا معانا ازاي نتعامل مع المشاكل ونحل مشاكلنا وازاي نبقى ناس كويسين في البلد. اكتر حاجه يعني شدتني الحقيقه هنا ان النماذج اللي احنا شفناها، الناس اللي موجوده هنا في الاكاديميه هم الناس اللي بتحضرنا، هم نماذج انت عايز تبقى زيها. اول حاجه البرزنتيشن سكيلز، طبعا في اي مكان لازم ان انا بقدم، فبيخليني ان انا اخد ثقه في نفسي واعرف اتكلم. دي بالنسبة للبرزنتيشن سكيلز. المشروعات القومية، بعرف تاريخ بلدي وبعرف ايه المشروعات اللي مصر بتقوم بيها. اتعلمنا من ساعة ما جينا بنتكلم عن البرزنتيشن سكيلز والسوفت سكيلز عامة، بنتكلم ازاي نقدر نعمل ماركتنج لنفسنا، ازاي نظبط سي في كويس، ازاي اقدر اعرض الحاجات اللي انا متعلمتها اوريدي في مجال دراستي او شغلي عامة، الدنيا ماشية ازاي. اول حاجه اتعلمتها طريقه التواصل، ان ازاي اتواصل مع اللي قدامي، ولو عندي اي حاجه ازاي اقولها له. وتاني حاجه اتعلمت تسويق الذات، يعني ازاي اسوق نفسي واطور من نفسي. وتالت حاجه اتعلمتها عرفت المشروعات القوميه اللي كانت قايمه واللي اتنفذت والحاجات دي. النهارده اليوم الختامي، هم جم هنا 3 ايام. احنا البرنامج بتاعنا عباره عن 3 ايام، منهم 3 ايام في الاكاديميه الوطنيه ومنهم زياره ميدانيه لمدن حياه كريمه، القرى بتاعه حياه كريمه، عشان يشوفوا الحاجات اللي حصلت بالفعل، مش يبقى كلام وخلاص. استفدت جدا من الدكاتره اللي قدموا المحاضرات، حببوني في الموضوع اكتر، قد ايه ان انا اشارك اكتر، ان انا ابقى عندي ثقه في النفس، ايه هي ردود الافعال والافكتس اللي انا اخدها عموما في حياتي.